من مدينة الشنقيط. أهلا وسهلا، أحييك، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. تأخر المنظمون في المنادات علي فغشي الوسن جفوني وانتابتني غفوة بسيطة كان من نتائجها هذا الحلم الذي سأقدمه إليكم. نعم، طالبكم يا الشعر كوني في الموزون قصير ذراعي ما كنتوا قبل تعدوني ومنين دعاني ذا الداعي. طالبكم يا الشعر كوني في الموزون قصير ذراعي ما كنتوا قبل تعدوني وانا ذاك موسع باعي يا غير اليوم اللطوني البلد نطرح فيه كراعي. تميت لين تميت قبيل لين غفيت وحلمت اني شاعر اللي صيت نقد ان الشبتة في الويت من اللي بتيت نجيها ساعي واني بين الشعار حييت خماسي والله رباعي واني بين الشعار حييت خماسي والله رباعي مخبوط في نقرتي دنيت يغنى كيف البراعي. وحلمت على اني ما شتكيت وحلمت على اني ما شتكيت اني ماني راقد واعي وهموري تانا نغني جيت في الحلم الا كيف تراعي جد علي ذا الحلم الريت ومجدد العادة طماعي في اني نوقف قدامي ميت شاعر حصيف ولو ذاعي واني ما كيف حد تليت واني كيف ابو الوداعي بجر جوري وبتيجي كريت مكتوبي عتو بصراعي واني متخطي تيدي مكيت مكتوبي عتو بصراعي واني متخطي تيدي مكيت في الغنى كتبوها صباعي واني ذل منه في التمحيت عليت وباطل طواعي وفي حلمي هذا ما شفريت عن هون ارباب البراعي واهل اللغه يا كان حصيت واهل الدين اللو دواعي واهل العلم اللي طاوه صيت من تقدم له سواعي واذا كان على الفن جبيت لا هي ضياق اتساعي اذا من فنان الصريت مسلسل شوفوها راعي حلمي جد علي وهنيت متبارك نصنع تلماعي يا غير ضريك منين وعيت وعرفت اني ماني واعي طالبكم يا الشعر كوني في الموزون قصير ذراعي ما كنتوا قبل تعدوني ومنين دعاني ذا الداعي يا غير اليوم اللطوني البلد نطرح فيه كراعي. ونزولا عند رغبتي بعض الإخوة سأعيد القصيدة التي أعدتها مرارا وعسى أن لا تمجها الأسماع لأني سأعيدها في شنقيط. مشينا ومشات العادات لطوال عنها عينينا والكان مولي من شيات فيدينا مات فيدينا يا حري وقينا تفتات يا الله اللي ما بقاها فينا. كانوا ذوك خيامه الفلان والفلان وذوك وحيوانه الفلان وذوك ودخان عنده خيمه من رجلينا ما يخطانا فيها الاحسان مولات الخيمه حسينا ونبوزاد احسان وفوان نشافوا ما افتنجينا قال راعي ذوك وبجواني الشفق قام يحنينا وينادي المرأة والصبيان اختيري فرحهم بينا. انشر القطيفة ذلتان وام معين وحالة زينة براد وتبخوا الكسان انطرحوا بينات ايدينا والمغرش طالع لاج حدان غديرة فيه مسيكينا والمغرش طالع لاج حدان غديرة فيه مسيكينا وفشاي يجينا عجلان والغيره مازال يجينا وتمرحيبه والضحك قران مولاه عليه السكينة يلي طينا عنده عيمان يصابحنا ويماسينا والحيوان تقارب ورزان ما تقلع منه عينة والريضة خضرة والحيران ومات الحيران هجينا والبنسال منه وديان لذة للشاربينا ومحاضر واحد في الرحمن والثاني إن الذين تسمع آيات من القرآن يتليها كهلف وذنينا أغباد وما هي بهتان يسل الداء الدفينا ومرابطنا يرفع الاذان قدام مسيدي حانينا والتركه تلعب ما يشيان اللعب شافوا عينينا ما ينسب الدين ولا كان الخاف معانا وعلينا والعيل
ينجبروا شبان بقفوفهم كيف تمنينا بدرارع خياطة بزان والله الشقة لا عسينا والله زاد يعود بالمان والليث مديسة ثمينة بالداعين فتو صوان حكاية كان حكينا خباطين عماير تزان ما تحنث واحدة يمينة ومنات الحلية سبحان كيف منات الناس الزينة أديبات عليهم تشيان تحريك ماهرة زينة اهجف والخرات النقضان بعيد عليهم سنين وبليس مركز والغيوان سكن فمه قالوا فينا بزارات يخيط فلوان وملاحف بنواع الزينة فلتور الميلس وقران صفانة والشقرينة لحلي ياسر ما هو كسحان صامت وجفة وسمينة ما هو مرسول لا صردان لمويها من ذيك الطينة وعليات أخرات علشان شفناهم نحن راعينا شفناهم غزلوا بالتفنان الخيام اللي ضرك بنينا مستورات عمارة مكان طبيعة زينة لينة وكهولة راهم العيان في قعدة ملها رصينة يحكون اطلع والله قفان والله تنقال تهيدينا ضامة منزولة والعودان راشق منهم الموالينا ما فم الغيبة والسولان عن شي خاسر لا يبلينا والنميمة مان الله كان يا النميمة ما هي فينا علمني الإله السبحان نعرف عنا لا تمينا ما هي سيرتنا في الرجحان افسد مانا وتغردينا ومشينا ومشات العادات لطوال عنها عينينا والكان مولي مشيات فيدينا ما تفيدينا يا حري وقينا تفتات يا الله اللي مبقاه فينا والسلام عليكم ورحمة الله.